قال وزير العمل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة أنه سيتم صب الزيادات في المعاشات التي أقرها رئيس الجمهورية بداية من 10 مارس المقبل. وأضاف وزير العمل في تصريحة نقلها تلفزيون العمومي أنه سيتم صب كل المعاشات بالزيادات المقررة قبل حلول شهر رمضان، مشيرا إلى أن الزيادة في الأجور ستمس 2,800,000 شخص، 90% من الموظفين و10% من المتعاقدين. كما أن الزيادة في المعاشات التي أقرها رئيس الجمهورية سيستفيد منها أزيد من 8 ملايين شخص. سابا يعني نذكر التدابير المتخذة من طرف السيد رئيس الجمهورية لتحسين القدرة الشرائية لفئات الأجراء والمتقاعدين وكذا نسبة البطالة. نذكر أن هذا القرار اللي جاء به السيد رئيس الجمهورية لسنة 2023 يمس تقريبا 8 ملايين مستفيد، وبالتفصيل هذا القرار يمس في اطار يعني زياده في الاجور تقريبا 2,800,000 يعني موظف في الاداره العموميه والمؤسسات العموميه اللي راح يستافدوا من هذه الزيادات، منها 90% من فئه الموظفين و10% من فئه المتعاقدين. بما يخص المعاشات التقاعد والمنح التقاعد راح تمس تقريب 2,985,000 مستفد. أما المنح بطلب طبعا مست تقريب 2 ملايين مستفيد.